بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لدروس الصف السابع جغرافيا، هنكمل على درس المرة اللي فاتت، وهناخد باقي الثروة المعدنية، بالتحديد المعادن والصناعة. المعادن عندنا، بما ان معظم ليبيا صحراء، منطقة صحراوية، فالتعدين فيها بيكون باستفاضة في باطن الأرض. في الصحراء الليبية بيكون موجود في العديد من المعادن اللي بتستخرج وبتستخدم في صناعات عديدة. من ضمن المعادن اللي عندنا أو أهم المعادن اللي موجودة عندنا، أول حاجة الحديد. الحديد بيكون موجود في منطقة براك في وادي الشاطئ. كمان عندي الجبس في منطقة بئر الغنم جنوب الزاوية. البوتاس، معدن البوتاس بيكون موجود في واحة مرادة وسط ليبيا. بستخدم البوتاس دوت في صناعة الأسمدة، الزجاج، المبيدات الحشرية والأصباغ. الكبريت موجود عندي جنوب خليج سرت، وبخرجه بكميات كبيرة بتصل ل 200 طن. الذهب، دايما الذهب بيكون موجود في جبال، بيكون المنجم بتاع الذهب هو والحديد دايما بيكونوا موجودين في قلب جبل، فعشان كده بيكون الذهب عندي موجود في جبل أرينكو وجبل العوينات الشرقية. ندخل على الصناعة. يعني ايه صناعة؟ صناعة ان انا بحول المادة الخام بتاعتي، بحولها لحاجة اقدر انا استخدمها، حاجة متصنعة واقدر ان انا استخدمها. طيب، هل بيتم الصناعة او علشان اقول ان الدولة دي الدولة صناعية او موجود فيها صناعة، لازم يكون عندي مقومات. لازم يتوفر عندي مقومات طبيعية، يعني أنا كبشر مش متدخل فيها، ومقومات بشرية أنا اللي بعملها. المقومات الطبيعية علشان أقدر إن أنا أصنع، لازم يكون عندي مادة خام. ما أنا هصنع إيه؟ فلازم يكون في عندي مادة خام، وعلشان يكون في مادة خام لازم يكون في مناخ مناسب، سواء المادة الخام دي سواء زراعة طالعة من الأراضي الزراعية، سواء تعدين زي المعادن، سواء رعوي أو حيواني، أسماك، حيوانات، دواجن وما إلى ذلك، وقلنا طبعا الزراعة. فعلشان يكون دول موجودين لازم يكون عندي مناخ مناسب علشان أطلع المادة الخام. كمان التضاريس البلد عليها عامل لقيام الصناعة. مش معقول بلد تكون مليانة جبال والأرض بتاعتها مش مستوية، ومعظم السكان ممكن نقول عليهم ان هم بدو او بدر ورحل، واخدهم واقول لهم تعالوا نصنع. لا، هيبقى عندهم صناعات، بس صناعات على قد الامكانيات بتاعتهم. لكن عشان يكون عندي صناعة لازم يكون عندي مكان او مناخ معين مهيأ للصناعة. طيب، بالنسبة للمقاومات البشرية، انا بقى كشخص هاخد المادة الخام دي، اكيد مش هحطها قدام اتفرج عليها، لا، هبدأ ان انا افكر اطورها. هطورها ازاي؟ هطورها عن طريق رأس المال. لازم يكون معايا فلوس علشان اصنع. لازم كمان يكون عندي ايد عاملة، مش اي حد اقول له خد الحاجة ديت واعملها لي، لا، لازم تكون كوادر مهنية فنية عندها خبرة في إدارة الآلات، أو على الأقل إزاي أنا أقدر أحول المادة الخام دي لحاجة أولية أدخلها في صناعة. كمان عندي قوة محركة، الممثلة في الآلات، أو لو هنتكلم عن صناعات بدائية الجهد البدني، لكن أنا هنا بتكلم عن آلات. لازم يكون عندي الآلات اللي أنا أقدر أستخدم المادة الخام بتاعتي أو المادة الأولية بتاعتي وأبدأ أصنعها. كمان لازم يكون عندي مواصلات. ما أنا مش هصنع وأحطها جنبي، لا، أنا هصنع وإن أنا أبدأ إن أنا أنقلها جوه حدود المنطقة بتاعتي، بعد كده أتوسع لجوه البلد، بعد كده أبدأ إن أنا أصدرها لبره. كل دوت بيتم عن طريق المواصلات، سواء مواصلات داخلية أو مواصلات خارجية. مواصلات داخلية سواء اللي هي العربيات أو القطارات، مواصلات خارجية يا إما عن طريق اللي هي السفن التجارية أو عن طريق الطيران. ولازم يكون زي ما قلنا، لازم يكون عندي سوق. مش هصنع الحاجة ديت وخليها جنبي كده، لا، أنا هصنع وهبدأ إن أنا هسوق في حوالين المكان اللي أنا شغالة فيه، بعد كده هبدأ أروح لأماكن تانية، بعد كده هبدأ إن أنا أطلع
المنتج بتاعي بره. طيب احنا في ليبيا بنصنع في ايه؟ احنا في ليبيا بنصنع 5 حاجات، ودول اهم حاجة اللي بتعتمد عليهم مصادر الدخل القومي او اللي بيجيبولي الفلوس بمعنى اوضح. اول حاجة عندي صناعة النفط والبتروكيماويات. بما ان ليبيا بتطلع نفط، ومش اي نفط، بتطلع نفط جيد الاستخدام، فبدأ يكون عندي حاجة اسمها معامل لتكرير النفط. يعني ايه ان انا اقرر النفط؟ كلمة تكرير ان انا انضفه من الشوائب، وابدأ ان انا استخلص منه مشتقاته، سواء بنزين، سولر، الحاجة اللي هي اللي بيستخدم في إدارة سواء العربيات أو الآلات، أو أحوله لطاقة إنارة في البيوت أو المصانع أو الشوارع أو أيا كان. فكل دوت بتتم عن طريق إن أنا لما بستخرج النفط ببدأ إن أنا أكرره، أبدأ إن أنا أطلع منه، أطلع الشوائب بتاعته، وأبدأ بقى أفصل البنزين عن السولر وما إلى ذلك، والنفط ذات نفسه اللي هو البترول، وأبدأ إن أنا كل واحدة أدخله في استخدام معين وصنعه بطريقة معينة. الموضوع ده بدأ إمتى؟ بدأ سنة 1976، يعني مع بداية أو بعد اكتشاف حقل البترول، وإن أنا بدأت أطلعه، فبدأت إن أنا أستخدم النفط بتاعي في أدخله في الصناعة. في ليبيا عندها 7 معامل لتكرير البترول، باعتبار ان ليبيا البلد العربية مش هنقول الوحيدة، بس بتنتج الانتاج بتاعها باستفاضة، فعندي 7 معامل لتكرير البترول. ال7 معامل دول بيطلعوا لي اكتر من 1,000,000 برميل يوميا، بيطلعوا لي برميل النفط، وابدا ان انا يا اما اصدر معظمه، او ان انا ادخله عندي في ليبيا في صناعات. طيب بالنسبة للبتروكيماويات، صناعة البتروكيماويات أنا عندي مصنعين، واحد لإنتاج غاز الإيثيلين، وواحد لإنتاج غاز الأمونيا. دول المصنعين اللي موجودين عندي، والاتنين بيدخلوا في صناعة المواد البتروكيماوية. يبقى عندي مصنعين، واحد للإيثيلين وواحد غاز الإيثيلين وواحد لغاز الأمونيا. طيب نيجي بعد كده للأسمنت ومواد البناء. عشان أبدأ إن أنا أطور من حالي لازم أبعد عن الوسائل التقليدية في البناء، وأبدأ إن أنا أستخدم وسائل حديثة في البناء، اللي هي عبارة عن الأسمنت والمواد مواد البناء، سواء طوب أو الحديد أو أيا كان من مواد البناء. اتعمل التجارة الصناعة دي اتطورت سنة 1974، بدأنا ان احنا نطور في انتاج الاسمنت وانتاج مواد البناء، واتعمل عندي مصانع في بنغازي والخمس اتعملوا للاسمنت، ومصانع الطوب الاسمنتي دوت، ان انا بجيب الاسمنت وابدأ ان انا احطه في قوالب زي الطوب كده، ولما يتجمد يتكون عندي طوب اسمنتي، وعندي مصانع برضو لانتاج الطوب الاحمر، والاتنين دول موجودين في بنغازي. الصناعة الثالثة الموارد الغذائية أو الصناعات الغذائية. الصناعات الغذائية دي أساسا عندي موجودة في ليبيا من زمان، بس اتطورت بقت فيها صناعات معدلة. يعني أنا زمان كان عندي صناعة عصر الزيتون، إن أنا كنت بجيب الزيتون بتاعي ونعصره ونبدأ إن إحنا نعمل زيت الزيتون. كمان كان عندي صناعة تعليب الأسماك، بتتحفظ بطريقة معينة، وأبدأ إن أنا أعمل الأسماك دي معلبات، وبرضو صناعة حفظ التمور. لا ده انا زودت عليها بقى ان انا الخضار والفاكهة بتوعي بدأوا ان هم يتجففوا، يا اما اعملهم خضار او فاكهة مجمدة، او ان انا اعملهم في شكل الفاكهة بالاخص اعملها في شكل عصير او ايا كان من الاشكال اللي موجودة في الاسواق حاليا. الغزل والنسيج، ودي لازم اي بلد في الوطن العربي لازم يكون عندها، او مش في الوطن العربي بس، في العالم كله لازم كل بلد يكون عندها التراث الخاص بيها بالزي الخاص بيها.
فكانت الأول صناعة المنسوجات صناعات بدائية وصناعات تقليدية، بعد كده اتطورت، بدأ يكون عندي في صناعة وبر، صناعة سجاد، بعد كده كبرت المصانع واتطورت وبقت في صناعات للمنسوجات على التراث الحديث. الجلود، الجلود أنا بستفيد من الحيوانات بتاعتي بان انا بعمل حاجه اسمها من جلد الحيوان بالتحديد، بعمل حاجه اسمها تمليح وتكفيف للجلد. لما ينشف معايا ببدا ان انا اشكله على هيئه محافظ، شنط، احذيه، مصنوعات جلديه ايا كان، سواء حتى لو ملابس، يعني اللي هو بدا دلوقتي الجلد بدا بيدخل فيه كمان في الملابس. اهم المصانع اللي موجوده، مصانع الجلود اللي موجوده اللي بتصنع الجلود في ليبيا موجوده في مصراته وطاجوره. الواجب بتاعي هنتكلم عن صناعة النفط والبتروكيماويات. الخريطة بتاعتك اللي موجودة في درس المعادن، الدرس بتاع المعادن اللي هي توزيع المعادن في ليبيا، دي برضو مهمة لأن عندي جبل العوينات الشرقية، ده مهم جدا في استخراج الذهب. ولو ليك أي تعليق تسيبه لنا على الصفحة بتاعت المدرسة على اليوتيوب. ومع تمنياتنا بالتوفيق.